بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد بصفات الكمال، المنزه عن الأنداد والأمثال. أحمده سبحانه وأشكره على جزيل الإنعام والإفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من نتوقى وقال، صلى الله عليه وعلى الأصحاب والآل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأحباء، فلما كانت عقيدة التوحيد هي الأساس الذي قامت عليه دعوة محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والذي هي في الحقيقة امتداد دعوة الرسل جميعا، فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان من صميم الاعتقاد بهذه الدعوة هو محاربة البدع والإبتال بشتى أشكالها، فإنه يجب على الدعاة والمبلغين أن يتبصروا في دينهم ويدعو الناس إلى توحيد الله ربنا جل وعلا قبل كل شيء، عاملين على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا تملك العرب والعجم. وكان من صميم الاعتقاد بهذه الدعوة هو محاربة البدع والأباطيل بشتى أشكالها. ومن أهم المهمات التي يجب على الدعاة التي يبدأ أن يبدأ بالتوحيد ويقدمها على ما سواه أن يدعو إلى توحيد الله بإفراده للعبادة. فما بعث الله نبيا إلى قومه إلا ونادى فيهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما ذكر الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد بين الله تعالى غاية آية إرسال المبشرين، إرسال الرسل، فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأخيرا أختم كلامي بقول الشاعر: وبعد إني باليقين أشهد، وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد، شهادة الإخلاص ألا يعبد بالله حق سوى الرحمن، بالله حق سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.